يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة، مشجعي وجماهير ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبداية حلقة جديدة بالنسبة لنا، هي حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظة من حلقة النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على حضراتكم جميعا، ويوم جديد وآخر الأسبوع و10 الصبح في الأهلي. بس بداية لازم نقول يعني هارد لوك لفريقنا، بس هو موسم قوي، موسم قدم فيه الأهلي أداء بجد محترم، تعبوا كتير وبذلوا مجهود كبير، وبجد كان فيه تفاني وكان فيه سعي، ولكن هي دي كرة القدم، وعلى فكرة مش حاجة تعبنا أبدا، إحنا سنة كاملة بنكسب كل البطولات، لما بطولة تروح أكيد بطولة عزيزة، لكن ده مش معناه أن أنت مقصر، مش معناه أن أنت مش رقم واحد، إحنا رقم واحد بالدليل وبالتاريخ وبالأرقام. فمبروك للفريق الفايز الزمالك، ولكن احنا برضو ده ما يقللش ابدا 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 مننا، احنا في ظهرك والجمهور كله في ظهرك. عايز اقول لك على حاجه، حتى حاله الحزن امبارح من جماهير الاهلي، لكن برضو هم عارفين احنا مين وعارفين الاهلي ده وضعه ايه بالظبط، وما فيش مشكله، مكسب وخساره، وبعدين انت مش ممكن هتقعد تكسب يعني طول العمر زي ما بيتقال صح التعبير، يعني ما فيش اي مشكله، لكن ان شاء الله اللي جاي، وانت عندك خلاص بعد كده مسابقه جديده ومهم جدا اسمها كاس مصر، احنا هنركز في اللي جاي، وفي تفاصيل كتير اكيد على مدار برضو الحلقه حابين نكلم مع حضراتكم بشانها يعني أكيد. لكن كان لازم ان احنا نقول هذا الكلام في بدايه الحلقه. في الجزء الاولاني من حلقه النهارده كالعاده هنتكلم مع حضراتكم في كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي من قريب ومن بعيد، وفي الجزء الثاني فقراتنا الحواريه هيكون عندنا فقره عن فريق كره اليد بالنادي الاهلي، الرجال اللي بيشارك في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، وطبعا هينورنا من خلالها كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره اليد سابقا، وفقرتنا الثانيه هتكون مع كابتن صديق جمال نجم النادي الاهلي السابق، وان شاء الله حديث مطول عن تفاصيل كتير قوي متعلقه بهذه النسخه وهذا الموسم من الدوري العام المصري. نتكلم بقى عن مباراه امبارح يا كريم، لان برضو فيها شويه كلام كده، وفي لقطات كانت حلوه قوي لكابتن محمود الخطيب وليها يعني دلائل تانية خالص صحيح. بس ايه اللي يستوعبها؟ صحيح، امبارح بعد مباراه الاهلي والجونه اللي طبعا زي ما حضراتكم تابعتم وعرفتوا انتهت بالتعادل بثلاث اهداف لكل فريق ضمن مباريات الجوله رقم 33 وقبل الاخيره من مسابقه الدوري المصري الممتاز، يمكن من اكثر الامور فعلا اللي لفتت الانظار وكانت حقيقي حديث الجميع كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي عقد جلسه مع لاعبي الفريق في ارضيه ملعب استاد خالد بشاره، وجه رسائل متعدده لكل لاعب على حده من الفريق وبشكل مجمع بطبيعه الحال. رساله نقدر نقول عليها ان هي رساله من اب لاولاده، من شخص قيادي وحكيم وعارف كويس قوي ازاي يبقى يعني بيحق الحق وبيدي لكل واحد قدره وحقه. اول حاجه قال انا جيت عشان اكرمكم بعد الموسم الصعب اللي كان فيه الارهاق الذهني قبل البدني طبعا بسبب كثره البطولات اللي شاركتم فيها سواء دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي او كاس العالم للانديه. حقيقي نقدر نقول انه كان تقدير عقلاني جدا من كابتن محمود الخطيب لكل اللاعبين، وزي ما بنقول الفريق اللي خسر الدوري هو نفسه الفريق اللي جاب لنا بطولات محليه وافريقيه، وهو نفس الفريق اللي حصل على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، فما ينفعش الكلام ده كله ما يتقدرش الحقيقه. كلام مظبوط جدا، وزي ما احنا قلنا هو موسم حصدنا فيه يعني العديد والعديد من البطولات، وفريقنا يعني مش بس يعني رفع اسمنا جميعا حقيقي واسم الاهلي، لا هو اسعد كمان كل الجماهير يعني. وكمان خلينا استكمالا لكلامك يا كريم، كابتن الخطيب كان ضمن كلامه امبارح تحديدا اتكلم مع اللعيبه وكان بيقول لهم احنا بنقدر اللي انتوا عملتوه، وجمهور الاهلي كمان مقدر اللي انتوا عملتوه. خلينا نقفل بقى الصفحه دي ونفكر في اسعاد الجماهير مرة تانية زي ما انتوا دايما بتعملوا. كمان في جملة كانت حلوة قوي كابتن الخطيب قالها ورددها كل الناس بعد كده، ولما قال لهم ارفع راسك فوق انت اهلاوي، عارف كان في حالة من الحزن عند اللعيبة اللي هم ارفعوا راسكم فوق انتوا اهلاوية، يعني كلمة الاهلي دي كبيرة جدا. خلاص يعني زي ما قلنا الدوري انتهى، مش مشكلة يعني بطولة وراحت عزيزة جدا علينا جميعا، لكن ده مش معناه ان احنا يعني فريق مش حاصد البطولات او مش فريق اصلا رقم واحد، معلش اللي جاي لسه باذن الله كتير، وهنكون سعداء وهنكون فخورين يعني بكل سنة وبكل اداء ان شاء الله وكل بطولة الاهلي هيقدمها، يعني
النادي الاهلي برضو معودنا على حاجه كريم، لما في بطوله بتروح بيجيب قدامها مثلا اربع خمس بطولات، فما عندناش مشكله ابدا. لكن بجد المشهد اللي احنا شفناه امبارح يعني كان حلو قوي لكابتن محمود الخطيب ونزوله الملعب وقدام الناس كلها وكلامه وتحفيزه. عارف البعض كان متوقع ان كابتن محمود الخطيب مثلا هينزل ويبقى متضايق، بالعكس هو عارف ان الفريق ده قدم افضل ما عنده، هو عارف ان ما كانش فيه حد يعني بيتخاذل، هو عارف ان كل واحد كان نفسه ان هو يفرح مجلس الاداره والجماهير وهو نفسه يفرح، بس ده برضو واقع يعني كره القدم زي ما بتقال. خلينا نروح نسمع كلمه يعني سريعه كده من كابتن محمود الخطيب بالامس ونرجع نكمل. الموسم ده موسم صعب جدا، الموسم ده موسم صعب جدا. يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم يعني. عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد، مش بس انا صوتي مش عارف اعليها، قربي شويه عشان مش عارف اعلي صوتي، مش بس اجهاد بدني، اجهاد بدني وذهني. الموسم ده اكتر موسم في يعني من تاخير الموسم اللي فات اكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بالوك الذهني قبل البدني كمان، واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا، احنا كاداره مقدرين ده جدا، وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف، جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل، عشان كده انا متاكد ان هو بظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بس ده حق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت ولا السنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكوا وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه، النادي الاهلي لما بيفقد بطوله النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جايه كتير وعندنا بطولات كتير، لازم تبقوا فاهمين ده، ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو في ظهركم. كمان في ظروف يمكن خارج عن ارادتكم وارادتنا وارادة كل الناس، عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه، بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه، كان يجب ده خلاص، بس دي الكوره احيانا ما فيش توفيق، دي الكوره. انا يمكن برضو عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا. كل واحد فيكم، زمايلكم اللي مش موجودين، جهازكم الموجود، انتوا محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. كمان عايز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا يا رجاله، ان انتوا حققتوا رباعيه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، دي اللي قبليكم اللي سبقكم، هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر، ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي، لازم تبقى فخور بده زي ما الاهلي فخور بيكم، انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بص يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف
قدراتكم. وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم. والجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي بيهتف لكم ده ليه حق علينا اللي احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا وهو السند وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي. هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، هو ده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه والناس تفخر كمان ان هي تنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده انه عارف النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيروحوا. لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حقه. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا قصرنا معاكم، احنا قصرنا معاكم ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم مجموعه زيكم افراد زيكم كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع. لازم نحتفل بالعشره، لازم نحتفل برونزيه، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. ما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت. عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها ان انتوا تستحقوا ده. كل انا عايز دلوقتي منكم خلاص خلص اللي خلص انتهينا. فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده وانتوا تقدروا تعملوا ده. المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم تقدروا تعملوه. ارفع راسك، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كبيره جدا كبيره جدا. خلاص انتهى انتهى، نبص للي جاي يا رجاله. ان شاء الله قريب هنعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف مواعيد عشان نظبط ميعاد تكون كلكم موجودين بتوع المنتخب او الانتباهات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد يبقى فيه ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الارتباطات اللي جايه تبقى شكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات وجمهوركم مقدر مجهودكم، ما كانوش يبقى بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي. بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير، ان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا ده وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعي جمهورنا بيه. وفيها رجاله ان شاء الله. يعني مش عايزين نقعد نتكلم كتير في النقطة دي، لكن معلش هو يعني المشهد ده كان مشهد
امبارح اتعلق عليه كتير قوي يا كريم طبعا. يعني بجد تويتر تحديدا احب اتابع قوي تويتر، تويتر تحديدا يعني لو دخلت عليه وكتبت بس كابتن محمود الخطيب شوف كم الكلام الحلو والدعم اللي مكتوب والرسائل اللي فيها حب وفيها فخر. على فكره الناس والله على قد ما انت جواك زعلان اكيد يعني بطوله الدوري اللي هي عزيزه على كل اهلاوي، لكن في نفس الوقت انت برضو شايف ان الرجاله بتاعتك ما اثرتش بجد زي ما كابتن محمود الخطيب قال. هو قال رسائل يعني في غايه الاهميه، النقطه اللي اتكلم فيها على كميه الضغط النفسي والبدني، يعني هو قال لهم انتوا في ضغط بدني طبعا وده واضح جدا لان انتوا بشر في الاول وفي الاخر، لكن في ضغط كان نفسي يعني مش طبيعي مش طبيعي. ومش هنتكلم بقى في النقطه دي ونكررها كتير لان اعتقد الموضوع واضح للكل. التلاحم كمان اللي كان في المباريات ودي نقطه في غايه الاهميه كانت غير مسبوقه، والله اعلم اذا هتتكرر تاني ولا لا، بس انا اتمنى ان ده ما نشوفوش بعد كده كمان في المستقبل. النقطه الاخيره وكمان دي كانت اعتقد نقطه يعني محترمه ان صح التعبير، فكره اللي هو قالك انا فعلا ما عندناش كان وقت نحتفل، احنا كان المفروض نحتفل بكل البطولات وكم البطولات اللي احنا حصدناها، لكن احنا فعلا من الضغط كمان ما عرفناش نحتفل. يعني شوف انت مضغوط لدرجه ان انت يعني مش عارف كمان تحتفل بالبطولات والانجازات اللي انت بتحققها، فانت متخيل لاي مدى لا انا من ناحيه متخيل قوي. ليه؟ عايز اقول لحضراتكم على معلومه، يمكن من اول ما انا ونهاوند اتشرفنا بتواجدنا في قناه النادي الاهلي، الاهلي اللهم صل على كامل النور 5-6 بطولات كده ما بين محليه وقاريه وكاس العالم للانديه. كل مره انا بكلمكم عن نفسي على الاقل، كل مره بصدد الاحتفال الاقي اللي يقول لي ما معناه مش وقته لسه في عندنا بطوله تانية. طب هناخد البطوله اللي بعد منها لسه هنبتدي نزيط، لا مش وقته عشان لسه في بطوله تانية. الله، يعني الناس اللي ما بتقفش عند البطولات المحليه والقاريه والعالميه اكيد مش هتقف عند خساره الدوري مره تانية. اكيد هو فعلا الدوري شأنه شأن أي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي، أكيد حاطط عينه دايماً على المركز الأول والحصول على درع البطولة. ما حصلش لسبب أو لأسباب أخرى اتكلمنا عنها وقطناها بحثاً طوال الحلقات الماضية ما بين بقى ولا نقعد نعيد ونزيد ليه؟ لا 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 أقول لك على حاجة، نعمل زي ما كل الأهلاوية بيعملوا، إحنا بنقلب الصفحة وبنركز على اللي جاي. عندنا فعلاً كأس مصر وعندنا بطولات مهمة. ومن هذا المنطلق خلونا بقى نغير الموضوع ونروح مع حضراتكم على اخبار الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي حقق فوز مهم جدا على حساب فريق سكوتو ريما النيجيري بالامس ضمن منافسات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي بتقام في هذه الايام في مدينه مكناس المغربيه. الاهلي الحقيقه قدم عرض قوي جدا كالعاده ونجح في انهاء الشوط الاول لصالحه بنتيجه 22-12. بعدها واصل تفوقه في الشوط الثاني وانتهى اللقاء لصالحه بنتيجه 46-26. الاهلي بيلعب ضمن المجموعه الاولى الى جانب مجموعه اخرى من الانديه منهم انديه فاب الكاميروني، ريد ستار الايفواري، سكوتو ريما النيجيري، وفقا لما اسفرت عنه طبعا قرعه البطوله، وبتضم المجموعه الثانيه في البطوله انديه وداد سماره المغربي، انتر كلوب الانجولي، جي اس كي كونجولي، واسفا السنغالي. النهارده هيكون لينا كلام كتير عن المباراه من خلال حلقتنا، واكيد كمان حابين نطمن على البعثه وعلى مباراه الامس واستعدادات كل الفرق يعني او الفريق لكل المباريات القادمه. وعشان نعرف بقى معلومات اكثر دقه خلونا نروح مع حضراتكم على المغرب، ومعانا على التليفون كابتن ياسر الرملي مدير جهاز كره اليد بالنادي الاهلي. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. الله يبارك فيك وعلى خير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الحمد لله امبارح الفريق كان في مباراته الاولى والفريق قدم مباراه يعني جيدة جدا، كان في سبقها طبعا زي ما حضرتك عارف كنا احنا تقريبا عملنا 3 تدريبات للفريق من يوم الاحد والاثنين، الجميع هنا اللعيبة بيأدوا التدريبات على اعلى مستوى الحمد لله، كله في حالة بدنية جيدة جدا. يعني ان شاء الله دعواتكم كده ان احنا باذن الله في تركيز من جانب الاولاد ان شاء الله نوعد تجهيز النادي الاهلي ان احنا هنبذل اقصى جهدنا ان احنا باذن الله نرجع بالبطوله ان شاء الله. مفيش شك في ده عندنا كلنا كجماهير وعشاق لهذا الكيان، ولكن عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك للقادم المباريات القادمه، هل في مباراه معينه او في فريق معين حضرتك مثلا او القائمين على البعثه عموما يعني متحفزين للقاء معين في الفتره اللي جايه، ولا يعني زي اللي فات كده؟ والله يعني احنا الحمد لله يمكن احنا مع الاولاد بناخد كل مباراه لوحدها الماتش بماتش، يعني ما نفكرش غير في مباراه
مباراة ودي سمات النادي الاهلي. يمكن الكابتن العامري رئيس البعثه قبل كده قبل المباراه كان له كلام مع الفريق، قال له احنا هناخد مباراه مش هنفكر في اي حاجه غير ان احنا قدامنا 6 مباريات هناخدهم واحده واحده، نلعب بقوه بتركيز، فالكل مركز والكل حاسس باهتمام مجلس اداره النادي الاهلي. الكابتن خطيب كان له اتصال مع السيد الوزير عمرو الصبح يوم الماتش بيطمن على البعثه. احنا متابعين برضه اهتمام الجماهير بالبطوله، البطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين، فان شاء الله احنا بنركز بناخد ماتش بماتش. وانت عارف حضرتك ان الكره اليد في افريقيا بتتطور بشكل سريع جدا. وكذلك احنا الحقيقه برضو يعني احنا عندنا كره اليد المصريه بشكل عام الحقيقه اصبحت بتبهر العالم كله في كتير من المناسبات. طبعا وده واضح ان الناس مبسوطين بالنتائج اللي عملها والعروض اللي عملها منتخبنا الفتره اللي فاتت سواء في بطوله العالم او في الاولمبياد. بنلاقي الناس بيقول احنا فخورين بيكم، حتى الناس اللي موجودين في الصاله المشاهدين قائمين في كره اليد احنا فخورين بالفريق المصري، ده كلمه احنا بنسمعها هنا كتير. وده بيحط لود علينا ان احنا الكل منتظر ان الفريق المصري والنادي الاهلي بيؤدي بشكل قوي، فان شاء الله يعني الامور تمشي زي ما احنا مخططين النهارده ان شاء الله باذن الرحمن. مليون مبروك وان شاء الله نهني ونبارك لاحقا بعد الحصول على البطوله باذن الرحمن، موفقين ان شاء الله. كابتن ياسر الرملي مدير جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل عليك، واكيد تحياتنا للبعثه المصريه كلها. الحمد لله ان احنا كل يوم بيبقى معانا خبر يعني مفرح عن الاهلي وفرقه المختلفه، فدي حاجه اكيد اكيد يعني فيها فخر كبير جدا. نروح بقى لملف مهم برضو، منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 اللي بيشارك فيها مصر ب 49 لاعب ولاعبة من 8 رياضات مختلفة، والمنافسة هتكون مستمرة 5 سبتمبر. طبعا خليني أقول لحضراتكم يعني أن مصر خلال تاريخها كله اللي هنتكلم لغة الأرقام عندنا 100 أو حصدنا على 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية، فإحنا عندنا أبطال فعلا بتمثل وبترفع اسم مصر وعلم مصر في المحافل الدولية المختلفة. هنا بواقع تحديدا 49 ذهبية، 64 فضية و64 برونزية، ومصر كانت حققت كمان 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016، ده كان بواقع 3 ميداليات ذهبية، 5 فضية و4 برونزية. وامبارح تحديدا كمان في حفل الافتتاح ابطالنا هناك اللي مشرفينا فاطمة عمر اسطورة رفع الاثقال وهشام صلاح قائد منتخب الطايرة، يعني قعدوا حملوا علم مصر في افتتاح بارالمبياد طوكيو، كان مشهد محترم جدا اكيد ومشرف. وبالنسبه كمان لو هنتكلم عن فاطمه هي حاصله على 4 ميداليات يعني، فحاجه بجد جميله جدا، ودي بقى اخبار كمان بتسعدنا كلنا كمصريين اكيد. خلينا نروح نطمن على البعثه البارالمبيه من ايهاب حسنين، الاستاذ ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنه البارالمبيه. يا استاذ ايهاب صباح الخير على حضرتك في البدايه طبعا، ونحب نعرف من حضرتك كده الاجواء والاستعدادات لان ده مهم جدا، واحنا عندنا امل كبير بقى في ابطالنا ان شاء الله يرجعوا لنا بميداليات يعني ضعف كمان البطوله اللي فاتت. اتفضل يا فندم. اولا كل سنه وحضرتك طيبين، وحبيت بس اقول لحضرتك انتوا جبتوا سيره فاطمه عمر طبعا الاسطوره، وفاطمه عمر جايبه 5 ميداليات مش 4. طيب تمام يا فندم. ودي الدوره السادسه ليها، وده كان من سبب اختيار الاسماء اللي هم رفعوا العلم، كان فاطمه عمر عشان الاقدم هي وهشام صلاح. هشام صلاح طبعا انه يعتبر كره طائره جلوس، يعتبر اعظم فريق في مصر بالنسبه اذا كان اسوياء او معاقين، لانه جايب 2 ميداليات، انه جايب 2 ميداليات برونزيه في اثينا وفي ريو. ده بالنسبه للكره الطائره. فاطمه عمر جابت 5 ميداليات، وان شاء الله بتتمنى ان شاء الله ان تجيب ميداليه السادسه، وده كان سبب اختيار فاطمه وهشام في طابور العدل. طيب امبارح طبعا حفل الافتتاح كان متواجد، وكان
بتواجه الدكتور عمرو الحداد طبعا نيابه عن معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي بنشكره لانه على اتصال دائم بينا بافراد البعثه وبيطمن على اللاعبين. فالدكتور حياه خطاب موجوده، كنت انا موجود، هما على اساس الكوفيد 19 كان مش اي حد يروح يحضر في المقصوره غير اثنين فقط بس، فده كان عشان الاعداد. بالنسبه للمنتخب مصر امبارح طبعا كان مش كل اللاعبين شاركوا في طابور العرق عشان في بعض الناس عندهم كان عندهم لعب، فاللي كان عنده لعب كان مستريح بالنسبه للمشاركه في طابور العرق. النهارده كان عندنا بيلعبوا سباحه وتنس، كانت البطله ايمن بس للاسف طبعا خرجت في من التصفيات وكان مستواها ال 13 على العالم، وبس هي لسه عندها تلعب ايفنت بكره ان شاء الله. وبالنسبه لزياد كحيل ال 11، الكابتن ابراهيم حمدته طبعا ابراهيم حمدته الاسطوره كان موجود معانا ولعب النهارده مع بطل كوريا. طبعا حضراتكم عارفين ابراهيم حمدته الوحيد اللي في العالم اللي بيلعب ببقه، تخيلوا حضراتكم كان كل المحطات يعني كان في نفس التوقيت كان في بيلعبوا اكثر من لاعب. الترابيزه اللي كان بيلعب عليها ابراهيم حماته كان متواجد عليها معظم نقول الجرايد والصحف العالميه. فتخيلوا بقى حضرتك بيلعب ابراهيم مع بطل الصين بطل كوريا، ووصل معاه الشوط الاول 6 والشوط الثاني 7 والشوط الاخير 9. فتخيلوا بقى ابراهيم لو بيلعب بذراع، لكن ابراهيم بيلعب ببقه، فان يلعب ضد واحد حتى وانا كنت قاعدين كل الناس مع كل لمسه لابراهيم فيعني هو معجزه. طبعا طبعا ما شاء الله عليه فعلا فعلا. يعني على فكره يعني حتى يعني لسه كنت لسه مقابله من دقيقه دلوقتي، فكان بيقول لي يا كابتن انا مش عايز اطلع، قلت له يا ابني انت اصلا كفايه انك انت مع بطل العالم ومع بطل كوريا وصلت لستة وسبعة وتسعة، يعني اتفضلي. لا يعني انا بتفق مع حضرتك، اتفضلي. بس يعني خليني بس علق هنا، يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت معجزه واحنا كلنا فخورين بيه. هو لازم حضرتك كمان تنقل له هذه الصوره ويشوف الناس اصلا بتتكلم تقول عنه ايه. فيعني هو قاعد معايا وسامع ومش عايز يتدخل، يعني هو قاعد جنبي دلوقتي اهو، بس هو مش عايز يتكلم. تحياتنا ليه وصباح الفل، واحنا في ظهرك واحنا مبسوطين وفخورين بيك حقيقي. يعني بيسلموا عليك ابراهيم كلهم، وهو فطبعا هو مخرج، هو اصلا عنده على فكره. وابراهيم برضه كابتن ابراهيم برضه موجود معانا، ابراهيم امين ودكتور حياه، احنا قاعدين دلوقتي في المقر، وطبعا احنا عاملين زي ما بقول خليه عمل جدول، عاملين جدول كل ايه الماتشات اللي احنا بنعملها، وعاملين جدول وكل واحد مننا او كل اثنين او كل ثلاثه بيروحوا يشوفوا يروحوا يحضروا ماتشات على اساس يبقى كل الماتشات احنا رحناها. يعني النهارده كان معانا الدكتور عمرو الحداد في السباحه، هو والدكتور اشرف العجيل ورامي عبد الحميد ومحمد يحيى اعضاء مجلس الاداره كنت انا معاهم. فيعني مقسمين نفسينا نطلع من هنا على هنا، حضرتك عارفين احنا عندنا 8 العاب، فخليه نحن ومعالي الدكتور اشرف صبحي على طول في تواصل معانا بالتليفون وعن طريق الدكتور عمرو الحداد والسفير امول. استاذ ايهاب انتوا لما ترجعوا لنا كده، انا بس عايز اقول حاجه هنا عشان يبقى اتفاق على الهوا، ان شاء الله لما ترجعوا لنا بالسلامه احنا عايزين حضرتك تنورنا وابطالنا كلهم، يعني في 10 الصبح هنا في الاهلي واول برنامج خلاص احنا حاجزين. تمام كده اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وهتكون معانا دكتوره حياه والبعثه كلها ان شاء الله. تنورونا يا فندم. ودعواتكم، وان شاء الله هيبدا المدريات من بكره ان شاء الله. يا رب خير باذن الله يا استاذ ايهاب، يا رب. شكرا ليك يا فندم. استاذ ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنه البارالمبيه. الحقيقه مفيش مره من المرات بعثه مصر البارالمبيه شاركت في اي احتفاليه، ناهيكي بقى لو كانت الاحتفاليه دي كمان يعني بهذا الحجم يعني زي الدورات البارالمبيه، مفيش مره
شاركوا فيها غير لما شرفونا. دي حقيقة. ومفيش مرة شاركوا فيها غير لما رجعوا على الأقل على الأقل بضعف عدد ميداليات المشاركين في البعثة الأولمبية العادية. تديك رسالة بقى، تديك رسالة إن مفيش أبطال قوي. أبطال وفي إصرار وفي عزيمة وفي قرار. على فكرة النجاح قرار، أنا عايز أنجح، أنا عايز أوصل. أصل كده كده لازم هيبقى فيه زي ما بيتقال تحديات وصعوبات ونسبة وكل حاجة، كل حاجة هتبقى موجودة، بس الطريق أنا مركز أنا رايح فين. هم كده احنا بنتعلم منهم، وانا هفضل اقول الكلام ده لما بنستضيفهم هنا. حقيقي الواحد وهو بيسمعهم تحس بالصعوبات اللي مروا بيها، لكن ابطال في النهايه هم تحدوا كل ده. فنماذج مشرفه هي، ربنا يكرمهم ويرجعوا لنا كده منتصرين وميداليات كتيره باذن الله. طيب احنا لسه اخبارنا ما خلصتش، هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية، ونروح بقى لأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما متعودين كل يوم، وهيكون معانا مراسلتنا الجميلة سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا سالة صباح الفل عليكي، وسامعينك أنا وكريم وعايزين نعرف أخبار النادي الأهلي الأخيرة منك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، ويعني يا رب ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل والخير على كل اللي بيتابعونا. يمكن بالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي انا بالفعل موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بلا جزيره عشان لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وطبعا فرقه الرياضيه. يمكن كمان الاخبار اللي معانا النهارده مش هتكون بس اخبار عن الفرق الرياضيه، كمان اخبار اجتماعيه خاصه باعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه. يمكن خليني اقول لكم ان النهارده لجنه المراه برئاسه الاستاذه انهار انديل يعني تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه هتنظم النهارده ندوه تحت عنوان التجميل حكايه لازم تتحكي، وده هيكون بحضور طبعا يعني كل اللجنه وكل اعضاء لجنه المراه واكيد اعضاء اللجنه العليا للجان. واللي هيقوم يعني بالندوه دي هيكون الاستاذ والدكتور عبد الناصر النجار، استاذ ورئيس قسم جراحه التجميل كليه طب جامعه بني سويف. يمكن هيكون يعني الدكتور عبد الناصر النجار موجود في الندوه، هيتكلم يعني عن اكتر المواضيع الخاصه بالسيدات يمكن كمان اللي بيحبوها وهي التجميل، فهيكون موجود النهارده ان شاء الله يعني في الندوه، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء يعني بالتحديد من امام الشاشه الرئيسيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مش بس يعني دي الانشطه او الايفنتس اللي هتنظمها لجنه المراه خلال الايام القادمه، كمان يوم السبت القادم ان شاء الله لجنه المراه هتنظم يعني زي يوم رياضي للسيدات على مجمع حمامات السباحه، واليوم ده هيبتدي يعني من الساعه 9 للساعه 2 الظهر، وهو هيكون عباره عن يعني يوم رياضي بالتعاون مع اداره الجيم وطبعا الكباتن السيدات الموجودين في الجيم هنا في الجزيره وبعض الانشطه. فكل ده يعني هيكون موجود في اليوم الرياضي ده يوم الثلاث يوم السبت عفوا. فبقول يعني لعضوات النادي الاهلي اللي حابين ان هم يجوا ويشاركوا في اليوم ده يجوا عادي جدا ما فيش اي مشكله، ويجوا يشاركوا من الساعه 9 للساعه 2 على مجمع حمامات السباحه من غير ما يعني يسجلوا اسمائهم او ارقام تليفوناتهم في مكتب العلاقات العامه. ده بالنسبه للاخبار المتعلقه باعضاء النادي الاهلي واكيد الانشطه اللي بتقدمها اللجان في جميع فروعه. وخليني بقى اروح لاخبار فريقنا فريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، وبعد المباراه امس مباراه الاهلي والجونه اللي طبعا يعني اقيمت على استاد خالد بشاره في الجونه وانتهت بالتعادل ما بين الاهلي والجونه، 3 اهداف للاهلي و3 اهداف للجونه. يمكن مستر بيتسو موسيماني يعني هوند بعد المباراه قرر ان هو يريح لاعبي النادي الاهلي لمده 24 ساعه النهارده، وان شاء الله هيرجعوا بكره يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 استعدادا ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون اكيد في الجوله ال 34 والاخيره من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم امام اسوان، والمباراه ان شاء الله هتكون في تمام الساعه 9 مساء وهتقام على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبة لفريقنا فريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لكواليس يعني فريقنا فريق كرة اليد في المغرب، وطبعا تحت قيادة الكابتن طارق محروس. يمكن طبعا يعني لاعبي كرة اليد هناك موجودين حاليا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. يمكن نادي الأهلي طبعا يعني وقع أو يعني كان موجود في المجموعة الأولى مع نادي فاب الكاميروني ونادي ريد ستار الإيفواري وأكيد نادي سوكوتو ريما النيجيري.
نيجيري. يمكن اول مباراه كانت نادي الاهلي امبارح امام سكوتو ريما الا نيجيري، والمباراه دي اقيمت على صاله المسيره بمدينه مكناس الا مغربيه، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 46-26 بفارق 20 نقطه يعني ما بيننا وما بين نادي سكوتو ريما الا نيجيري. وده طبعا يعني في كره اليد فارق كبير جدا، 20 نقطه ما بيننا وما بين اي فريق في المباراه. يمكن النهارده ان شاء الله يعني الفريق عنده تدريب الساعه 2 هناك في مدينه مكناس الا مغربيه، والساعه 8 عنده زي محاضره فنيه مع كابتن طارق محروس والجهاز الفني عشان طبعا يكلموهم عن المباراه القادمه ونقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي ريد ستار الايفواري اللي هيكون معانا ان شاء الله مباراه معاهم يوم الخميس القادم في تمام الساعه 6 مساء. وده طبعا هيكون ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة في دولة المغرب. ده بالنسبة لفريقنا كمان وكواليسه في دولة المغرب. خليني بقى أروح استكمال لجميع أخبارنا الرياضية، أنه أقول لكم أنه مبارح يعني فريقنا الفريق الأول لتنس الطاولة رجال مبارح وصلوا بالسلامة للقاهرة من يعني دولة الأردن بعد تتويجهم بلقب البطولة العربية للأندية، واللي يعني حصلوا على البطولة في المباراة النهائية امام نادي قطر القطري بنتيجه 3-1. طبعا بعد ما قدموا يعني اداء متميز جدا طوال البطوله. يمكن كابتن الخطيب زي ما قلت امبارح ان هو هناهم بعد المباراه النهائيه واشاد يعني بالروح وبالاداء اللي كان عند لاعبي النادي الاهلي طوال البطوله. فيعني امبارح اللعيبه وصلت بالسلامه للقاهره، وكمان السيدات يمكن وصلوا في الايام الماضيه، وحاليا الاثنين هيكونوا في راحه لمده كام يوم وهيعودوا مره اخرى للتدريبات عشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد واكيد للدوري عشان طبعا يحصلوا على لقب الدوري للموسم الجديد. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، كمان يعني مش بس اخبار رياضيه كمان اخبار اجتماعيه ليها علاقه باعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه. انا طبعا معاكي يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو والكلام ليكي طبعا يا نهاوند تفضل. انا بشكرك جدا اكيد انا وكريم يا سالا على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا. ويمكن لمحنا في الخلفيه دلوقتي احد الاعضاء يعني كبار في السن المتواجدين، وده على فكره ظاهره جميله جدا كل يوم اكتر ناس. بالظبط يعني من اكتر الاعضاء اللي هو الفئه العمريه اللي هي بتبقى كبار في السن بيبقوا حريصين دايما على الذهاب، واحنا قلنا النقطه دي قبل كده مش بس بيروح لا وبيمارسوا رياضه. صحيح. على فكره الواحد بيبقى قاعد بياكل وبيبقى مكسوف والله يعني. شكرا ليك يا سالا. طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده البوابه نيوز وزميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المختلفه. روزان صباح الفل عليكي وطولي علينا بمانشيتاتك اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة صحفية جديدة من البوابة نيوز. قبل ما نروح لأخبارنا اليومية هنروح لمباريات اليوم في الدوري المصري الأربع 25 أغسطس. مصر المقصة مع بيراميدز في الساعة 9 مساء، وغزل المحلة مع المقاولون العرب في الساعة 7 مساء. نروح بقى لأخبارنا اليومية وهنبدأ من موقع اليوم السابع. اتحاد الكرة يجتمع بأندية الدوري الممتاز 29 أغسطس لمناقشة شكل الدوري الجديد. قررت اللجنة عقد اجتماع مع أندية الدوري الممتاز عقب انتهاء الدوري الحالي من أجل مناقشة شكل الموسم الجديد وهل سيتم إقامته بنظامه الطبيعي أم يتم طرح تصورات أخرى. وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية الصعوبات التي تواجه الموسم المقبل وعلى رأسها التوقفات الدولية في أكتوبر ونوفمبر بالإضافة لبطولة كأس العرب في ديسمبر وأمم أفريقيا بالكاميرون في يناير 2022 بخلاف مشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية ومشاركة النادي الأهلي بالتحديد في كأس العالم للأندية. من جريدة الشرق الأوسط، مواجهة بروميتش في كأس الرابطة فرصة أرتيتا لإخراج أرسنال من النفق المظلم. يأمل أرسنال استغلال مواجهة ويست بروميتش في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لمصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة في الدوري الممتاز بخسارة أول مباراتين ليحتل المركز الأخير، ولكن عشاق أرسنال توقعوا بمستقبل الفريق تحت إشراف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، غير أن نتائج الموسم بدأت في طرح علامات استفهام بعد أسوأ بداية للنادي منذ تأسيسه. فبدأ جماهير النادي إبداء غضبها على أرتيتا بما فيهم رئيس رواندا وانتقدوا الكثيرين الإدارة.
وأخيرا من روسيا اليوم صدام محتمل، الأندية الأوروبية تتهم الفيفا بإساءة استغلال مهمته التنظيمية. اتهمت أندية أوروبية الاتحاد الدولي لكرة القدم بإساءة استغلال مهمته التنظيمية في نزاع بشأن تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وستتأثر الأندية الدوري الإنجليزي بشدة بقرار الفيفا بتمديد فترة السماح للاعبين الدوليين بالانضمام لمنتخباتهم من 9 إلى 11 يوم لخوض 3 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز. بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة روزان نصر، طبعا كالعادة بتعمل شغل ممتاز. احنا عندنا فريق عمل مكون من مجموعة مراسلين ومراسلات زي الفل. حقيقي يعني زي الفل. بنات مجتهدات جدا، والاختيار اصلا من الادارة بيكون طبعًا اكتر من رائع. ويمكن انت بقى سمعانا المرة دي يا روزان ولا لا؟ علشان كنت انا وكريم بنتكلم اللينك اللي كان من اسبوع، ف كنا بنقول يعني ناس كتير بتقول انا وانت شبه بعض، فمش عارفه انت شايف ان احنا شبه بعض ولا شويه يعني الى حد ما. انا بيجي لي فعلا في صور فوتوغرافيا جدا على الموضوع ده، دي حقيقه صحيح. لا وناس كانت بتسال احنا ده في اخوات، ناس بتقولي ان احنا اخوات يعني بالظبط انا شفتها انا كمان. بس نهوان سري وروزان نصر مش حاجه اخوات. جميله والله انا هود يعني دي حاجه تبسطني جدا. احمدي ربنا وبوسي ايدك وش وظهر انك شبه نهود مش شبه هذا، كانت هتبقى مشكله كبيره. شكرا ليكي. كل شكر ليكي عزيزه روزان نصر. شكرا ليكي يا سلا جدا. طيب احنا الفقره الاخباريه كده انتهت مع حضراتكم، هنروح فاصل ونرجع علشان الفقرات الحواريه هتبدا. بس قبل ما نروح مره ثانيه عايزين نقول ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، حاجه مشرفه جدا، ناس تعبت معانا جدا، احنا عندنا ابطال مش بس لعيبه، احنا عندنا ابطال حقيقيين. فمعلش مكسب وخساره الرياضه عامه هي كده، واحنا دايما الاهلي عندنا روح رياضيه، احنا دايما لما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش بتعصب. فمبروك مفيش اي مشكله، لكن برضو مبروك علينا، احنا ابطال، احنا رقم واحد، احنا بطولاتنا لا تنتهي، وعندنا دولاب كنا لسه بنقول عايزين نبني غيره علشان يعني يقدر ان هو يساع بطولاتنا، وده مش كلام وخلاص، ده واقع ودي حقيقه وده تاريخ بارقام. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده مره ثانيه لعرش الصحف الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. والحقيقه في بطوله مهمه جدا بيشارك فيها الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي، بطوله طبعا كاس الكؤوس الافريقيه اللي بتقام حاليا في مدينه مكناس المغربيه. الاهلي بالامس حقق فوز مهم جدا زي ما قلنا لكم في مقدمه حلقه النهارده، فاز على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري. طبعا اكيد حابين نتكلم عن مباراه الامس وعن المباريات القادمه وبشكل عام عن المشاركه دي في هذه البطوله مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد اللي منورنا. صباح الفل عليك. صباح الفل يا اهلا بيك. صباح الخير. واحنا يعني بنسعد حقيقي يا كابتن وانت معانا، كنت معانا برده من فتره مش طويله، لكن الاحداث مهمه دلوقتي وزي ما احنا بنتكلم يعني بطوله كبيره. وبدايه خلينا نعرف كده شايف ازاي المجموعه بتاعه الاهلي. والله في توليفه كابتن طارق عاملها، توليفه شباب مع خبره، شايف ان توليفه كويسه جدا وان شاء الله هتبقى مستقبل النادي الاهلي كويس. المجموعه اللي موجوده عندهم كم خبرات، لعيبه الكبار اللي في المنتخب اللي موجودين في الفريق بقالهم فتره، بلس العناصر الشباب اللي لسه طالعين من الشباب للدرجه الاولى. لا أنا اللي هم كفء حقيقي يعني نقدر طبعًا نقول طبعًا. لا عندهم مهارات يعني كانهم اوريدي لعبوا قبل كده مع فريق اول فعلا يعني. هم اوريدي كانوا من السنه اللي فاتت واللي قبلها كانوا بيشاركوا في فترات قليله مع الفريق الاول، وفي مجموعه منهم كانت مع المنتخب. فانا شايف لان هم بصراحه مجموعه كفء جدا. صحيح. الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى ليهم شان كبير يعني. جميل. طيب المنافسين في نفس المجموعه اخبارهم ايه؟ القرعه يعني حطتنا مع الفرق اللي ذكرناها حتى في مقدمه حلقه النهارده، شايف المجموعه دي قويه، المنافسه فيها هتكون قويه ولا مقدور عليها الى حد ما انتظارا بقى للتصعيد وبلوغ المرحله التاليه؟ والله هي الفكره كلها طبعا اللي هي الفرق الافريقيه، احنا معانا فاب الكاميروني سوكوتو، معانا ريد ستار. ريد ستار فاب الكاميروني من الفرق الرخمه في الهاندبول عندنا احنا زي ما بنقول، بيفضلوا بيعافروا معاك طول المباراه. ودايما احنا الفرق الافريقيه بالذات لازم من بدايه المباراه تقدر انت ترسم شكل المباراه عامل ازاي علشان تعرف توديه في انهي اتجاه وتقدر تلعب بطريقه لعبك، لكن لو سبت المباراه واحده واحده تمشي معاك هيبقى الموضوع صعب. بس هما طبعا فرقتين محترمين جدا، عندهم هاندبول
بالذات فرقه فاب الكاميروني فرقه قويه، فرقه يعني انا من رايي من كتر ما انا كنت بلعب معاهم في البطولات الافريقيه هم دايما كانوا بيبقوا معانا وعين معانا في المجموعه، فانا شايف ان هم لا هم فرقه رخمه، بس يعني النادي الاهلي والفريق اللي موجود يقدر يسيطر على المباراه زي ما بيحصل كل مره، وكابتن طارق اكيد هيدرس المباراه اذا كانت فاب الكاميروني او ريد ستار. احنا الحمد لله سكوتو كسبنا امبارح المباراه، فاضل لنا مباراه بكره مع ريد ستار، بعد كده فاب الكاميروني، فان شاء الله يبقى في مكسب ويبقى الموضوع يعني في اريحيه للدور الثاني ان شاء الله. يا ابو سهل كابتن عبد الوارث خليني اتكلم معاك في نقاط وترد عليا بصراحه جدا. لو اتكلمنا عن مبدئيا الدعم الاداري، تمام، تاني حاجه الدعم الاعلامي، يعني شايف النقطتين دول نقطتين مهمين جدا، هل هم كافيين وبيقدموا بشكل يعني مرضي الى حد كبير، ولا برضو مازال في افضل ممكن يقدم علشان نقدر نقول ان احنا برضو بندعم بشكل قوي الفريق وفي نفس الوقت عايزين نحصل على بقى المقابل اللي هو البطوله، فبيأثر بشكل كبير؟ طبعا اكيد، بس انا شايف ان النادي الاهلي تقريبا يعني باللي انا شايفه باللي انا حضره جوه النادي، لا هو بصراحه اذا كان دعم اداري او دعم اعلامي موجود تماما. بس احنا شفنا كابتن محمود الخطيب كمان بالزبط. يعني طبعا دعم دائم ليهم دايما، وكل اعضاء مجلس اداره على طول كانوا متواجدين مع الفريق في فتره الاعداد اللي هم قبل ما يسافروا على طول. انا شايف ان هم لا ما فيش تاثير طبعا، بس احنا دايما بطبيعتنا طمعين شويه. أيوة. احنا عايزين الاكتر صح. فلو في اكتر طبعا دي حاجه هتفيد المجموعه وهتفيد المنظومه، ده انا مليون في الميه اكيد، يعني خصوصا ان احنا عندنا كل الجوانب. يعني خلاص انت دلوقتي ما فيش حاجه عندك فيها نقصان تقدر تعول عليها مثلا خساره ما، او تقول اصل انا ما كانش عندي مثلا الدعم اللي في الجهه الفلانيه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، ده كان الغرض من السؤال، ان انا عايز اخش العب وخلاص انا ما عنديش اي شيء في تقصير على اساس ان انا لو خسرت هيبقى انا بقى اللي ما لعبتش كويس او قصرت كويس. والله هي في نقطة أنا بحب أتكلم فيها، إن هو دايما حتى لو الدعم مش بالدعم المطلوب، بس أنا عايز إيه، أنا هدفي إيه في الأول وفي الآخر، أنا هتعب ربنا هيكرمني هقدر أوصل للي أنا عايزه، حتى لو الإمكانيات عندي قليلة، وكان بيحصل قبل كده في فترات كان عندنا الإمكانيات قليلة، بس إحنا بيحصل يعني على مستوى المنتخبات بالظبط، على المنتخبات، على الأندية، على كل الرياضة. بس أنا عايز إيه، دي الأهم بالنسبة لي. أنا رايح عشان أوصل لهدف، حتى لو الإمكانيات اللي معايا محدودة، بس أنا هشتغل عليها، هتعب عشان ربنا يكرمني، وفي الآخر أكيد ربنا هيكرمني بالتعب والجهد اللي أنا تعبته، فأكيد إن شاء الله ربنا هينجحني فيها. لا مادة بإذن الله. جميل. واضح من كلامك إن أنت حاسس بشيء من اللي يعني الارتياحية في فكرة إن دور المجموعات إن شاء الله ربنا يصلح الحال ويمشي الحال. لكن بشكل عام بقى في البطولة بشكلها الواسع، حضرتك شايف إن مين أبرز المنافسين على لقب هذه البطولة؟ والله هو ابرز المنافسين النادي الاهلي، انا مش شايف ان في فريق اقوى من فريق النادي الاهلي. النقطه مهمه جدا، المرحله اللي بعد كده بعد مرحله المجموعات. بعد مرحله المجموعات انا شايف ان مفيش يعني دايما في فرقه من الجزائر موجوده، فرقه المغرب اعتذرت حتى في كاس السوبر، فرقه اعتذرت، كان النجم الساحلي المفروض ان هو كان نجم الساحلي والزمالك كان يلعبوا اللي هو السوبر افريقي فاعتذروا، فالمفروض النادي الاهلي هو اللي دخل كتاني يعني هو المركز الثاني هو اللي بيخش، فالمفروض المقابله هتبقى ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ودي اتاجلت، المفروض كانت تتلعب قبل البطوله ودي اتاجلت، لسه ما تحددتش امتى هتتلعب، وبنسبه كبيره ممكن تبقى موجوده في مصر. فانا شايف لا ان هو النادي الاهلي يعني عن جداره، وان هو هيوصل ان شاء الله ان هو يرجع بالكاس ويفرحنا كلنا، وانا شايف ان حتى المنافسين اللي موجودين لا هو النادي الاهلي اعلى منهم بكتير. يعني يعني نقدر نقول احنا لو قارنا مثلا الموسم ده باللي قبليه، ايه اللي اختلف، ايه الاستعدادات اللي انت شايفها برده كابتن عبد الوارث مختلفه، او احنا افضل فيها، او كان مواسم قبل كده افضل فيها؟ خلينا نقارن بقى. لا هي الفكره كلها ان هو كان هو لسه الموسم اللي احنا الحالي لسه ما بداش، احنا لسه ما بدأناش فيه ماتشات، هو كان حصل تاجيل فيه، احنا بنستعد بالظبط، هو ده استعداد ليه، احنا المفروض ان هو كان هيبدا وحصل تاجيل فيه عشان بطوله افريقيا. فانا شايف ان المجموعه او كابتن طارق عمل التوليفه السنه دي، وفي الدعم اللي كان موجود اللي يعني اللي جه السنه دي هيفيد الفريق. السنه اللي فاتت كان الفريق شبه كان فيه نواقص خفيفه، كانت حصل دروبات اصابات، فهو ده اللي اثر.
شايف ان لا ان النادي الاهلي الفتره الجايه عناصر الشباب اللي موجوده هتبدا تغير شكل النادي الاهلي وتغير شكل الهاندبول جوه النادي الاهلي. لا شايف ان هو لا ان شاء الله الدنيا يعني الخطوات عماله بتطلع لفوق، احنا ما بننزلش لتحت، فالخطوات عماله شغالين المجموعه كلها، اذا كان اعضاء مجلس اداره، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، انا شايف ان هم لا شغالين في الطريق الصح وفي الخطوات الصح. الحقيقه الكام سنه اللي فاتوا يعني في طفره ملحوظه وملموسه وخصوصا اعلاميا فيما يتعلق بمساله القاء الضوء على كره اليد نتيجه طبعا الانجازات اللي مصر عموما حققتها في هذا الاطار. فالى اي درجه انت متفق مع الكلام ده؟ هل الاوضاع حاليا احسن فيما يتعلق بالرعايه، فيما يتعلق بالمتابعه، نجومية اللعيبة؟ هل دلوقتي الوضع اختلف شوية عن زمان؟ كان زمان إلى حد ما كرة اليد شأنها زي معظم الرياضات كلها مهضوم حقها لصالح كرة القدم، هل الوضع ده اتغير مؤخرا؟ هو الوضع اتغير 360 درجة من وجهة نظري. لما يعني أنا لما كنت موجود لسه وأنا بلعب كان الضوء علينا ما كانش قوي زي دلوقتي، دلوقتي بقى الموضوع يعني الاعلام بقى دلوقتي الهاندبول بقت لعبه زي كره القدم بالظبط، ما بقاش في فرق كبير طبعا مع طبعا كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. انا دلوقتي لا الناس دلوقتي بقى حتى الناس في الشارع بقت شايفه لعيبه الهاندبول، بقت حافظه لعيبه الهاندبول، بقت بتتكلم على الهاندبول، حتى دلوقتي موجودين في كل الانديه، القطاع الناشئين كله بدا يزيد، العدد بتاعه بدا يزيد، ان اولياء الامور حتى دلوقتي بدات تتجه للعبه الهاندبول. اللعبه انتشرت وبقت اكثر شعبيه. فجوه النادي الاهلي موجودين بقت الاعداد لا كل سنه الموضوع بيبدا احنا شايفين لا في زياده وزياده ملحوظه كبيره جدا. يعني العدد الاول كان ممكن يبقى 50 دلوقتي ممكن يبقى 80 90. فالعدد كل سنه لا بيزيد وبطريقه غير طبيعيه. فانا شايف لا ان هو الاعلام يعني الحمد لله الحمد لله دلوقتي بقى ليه دور كبير جدا، ان هو بدا يظهر اللعيبه، اللعيبه بدات دلوقتي تحس بنفسها احنا بنتعب، تعبنا ده لا باين. طب وعلى صعيد الرعايه؟ على صعيد الرعايه لا في كتير اختلفت طبعا، اختلفت كتير، وفي دلوقتي رعاه دلوقتي بتبدا تتجه للقصه الهاندبول، لعيبه كتيره بقى دلوقتي في سبونسر كتير ليهم بقى، لا الشكل مختلف تماما. هي. طب احنا عندنا مباراة بكرة مهمة جدا مع ريد ستار، برضو كلمنا كده وجهة نظرك وتوقعاتك هتبقى ايه، لان يعني برضو فريق مش ضعيف يعني. لا هي انا زي ما قلت في البداية فرقة الفرق الافريقية لازم تعرف هي لما نيجي نلعبها بالذات في الهاندبول غير كرة القدم، يعني الهاندبول لازم انت امكانياتك لغاية هنا ما تعديهاش، ما يعني انا مش هفتح لك الباب عشان تبدأ الموضوع يبقى فيه منافسة وهم حلو حلو التحليل ده جدا لا بالظبط يعني لا احنا كلعبه هاندبول هي بتختلف شويه عندنا في يعني غير كره القدم، فاحنا دايما لازم يبقى في كنترول من يعني او بدايه المباراه لازم يبقى في كنترول، انا اعمل حسابك انت المباراه يعني في تحجيم انت بالظبط بتحجم المنافس، لكن لو اديته الفرصه ان هو يبدا يشوف لا انا اقدر انافس معاك او انت لعبت برعونه انت عايز تخلص الماتش براحه، لا ولا الحكام هتسمح بالكلام ده ولا اللعيبه اللي قدامك هتسمح بالكلام ده، عشان هم عندهم قوه غير طبيعيه بدنيه غير طبيعيه، فمهما عملت مش هتعرف تجاريهم، فاحنا بنلعب احنا كان بول بتلعب عليهم بذكاء شويه، احنا الجيم مفتوح معانا، احنا اللي بنحرك زي ما بنقول كده، احنا زي الشطرنج احنا اللي بنحرك المباراه، ازاي ده يروح هنا وده يروح هنا، ازاي نكسب كده ازاي نكسب كده، وفي نفس الوقت ما يبقاش في ضغط علينا في المباراه. بس هل الفرق الافريقيه في كره اليد بنفس قوه الفرق الافريقيه في كره القدم؟ هي ممكن تكاد تكون اقوى كمان عشان احنا عندنا اللعبه بتاعتنا احتكاكها اعلى. ايوه صح، فهي الفكره كلها ان هم الفرق الافريقيه هي دي طبيعه فيهم ان هم لا هم اقوياء، حتى لو ما كانش جسمه كبير لا هو قوي ناشف، فهي دي الفرق، احنا عندنا لعبتنا الاحتكاك عالي جدا، فاحنا بنقابل مشاكل اكبر من اي لعبه ثانيه، فهي دي المشكله عندنا يعني. يعني ممكن اسالك بقى كده سؤال مقارنه شويه بالوضع الحالي والجيل الحالي وجيل كابتن محمد عبد الوارث زمان، معلش لو تقارني سريعا في نقاط الافضل هنا والافضل هنا، يعني ايه اللي بيميز كان الفتره بتاعتك وحاليا؟ والله انا دايما المقارنات انا بحب اقارن يعني جيل
بنفس الجيل بتاعه، ما بقارنش يعني، الظروف بتختلف. ما هو انا عايز الظروف، مش بس الجيل، مش بس اللعيبه، انا عايز اتكلم عن الظروف اللي كانت في وقتكم ودلوقتي. هل انتوا مثلا كنتوا جيل اكثر حظا، ولا دلوقتي الجيل الموجود هو اكثر حظا من ناحيه الرعايه، الاهتمام، الدعم؟ خلينا نعرف. لا، لو هنتكلم بشكل طبيعي، ان هو اكيد الجيل الحالي هو الاكثر حظا، عشان الرعايه موجوده، فهي دي اللي بتظهر اللعيبه اكثر، هي دي اللي بتدي المساحه ان انت اللعيب يقدر يتحرك هنا ويقدر يتحرك هنا. لكن احنا كان في الجيل بتاعنا لا، كان ما يعني يعني حتى الاعلام ما كانش قوي مع بالنسبه لينا. ان احنا ما كناش متواجدين على الساحه، الناس ما كانتش عارفانا غير اللي هم متابعين بس للهاندبول، مش اي حد. الجمهور كان محدود بالظبط يعني. لكن دلوقتي لا، الموضوع اتفتح اكتر، فانا شايف من وجهه نظري ان هم اكثر حظا، وهم بيتعبوا وبصراحه تعبوا ويستحقوا اللي هم خدوه. واحنا وبطولات لو قارنت كبطولات لا، هم طبعا دلوقتي الجيل الحالي هو اللي عامل طبعا الطفره في الهاندبول دلوقتي، بحكم ان الدنيا اتغيرت برضو. الابديت بطولات كمان استجدت، ما كانتش موجوده. بالظبط. وكمان حتى دلوقتي الهاندبول بقى فيه ابديت، فالدنيا بتتغير، فالموضوع بيبقى اسهل. احنا كان عندنا الموضوع اصعب عشان نوصل لحاجه، فكنا بنتعب عشان نوصل لها. لكن دلوقتي الموضوع بقى بالنسبه للهاندبول، ان هو تخش تقرا، انك تخش تسافر، انك تعمل الحاجات دي كلها، بقت الموضوع اسهل. بالظبط. فبقى الموضوع الفرق ما بيننا وما بينهم، لا هم اكثر حظا، بس هم تعبوا وربنا اداهم على قد تعبهم، وهم يستحقوا التعب ده. جميل. سعيدنا يا فندم والله. الله يكرمك. ان شاء الله نلتقي مرات ومرات. ان شاء الله باذن الله. كان معانا كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق بكره اليد. هنستاذن حضراتكم في فاصل سريع ونرجع عشان نتكلم بقى في الكوره. فاصل ثم عوده. اتفضل. الاهلي خلاص هيقفل ملف الدوري بعد اكيد لو اتكلمنا صعوبات كتير جدا، لكن ما ننساش يعني ان الاهلي السنه دي برضو فرحنا ببطولات كتيره جدا افريقيا، دوري ابطال افريقيا، السوبر افريقي، برونزيه كاس العالم للانديه، ما فيش مشكله خالص، هي دي كره القدم. يعني شفنا كمان امبارح بعد المباراه يعني تحديدا لقطه كانت ولا اكتر من رائعه زي ما بيتقال، وهنقعد نتكلم عنها. هنقعد نعيد ونزيد فيها، لان هي نقطه ويعني لقطه جميله جدا. كابتن محمود الخطيب لما نزل ارض الملعب حصل تعادل، يمكن الدوري راح مننا، لكن برضو فكرة ان هو ينزل ويشكر اللعيبة على الاداء اللي يعني قدموه، ودعم نفسي اكثر من رائع، وامام الكل، امام الجميع، اعتقد كان فيها كمان رسائل كتيرة جدا ضمنيا. على كل حال خلينا دلوقتي نعرف يعني ونتكلم وكواليس ونقاط، ونعرف رأي برضو كابتن صديق الجمال اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي. وخلاص احنا عندنا كاس مصر بقى، عايزين نركز. صباح الفل. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير كابتن كريم. صباح الفل. الدنيا كلها بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، ونستاذن حضرتك. تعالى نبتدي ونتوقف ولو للحظات عند اللقطه اللي نهواند بتحكي عنها، لان هي كانت فعلا لقطه شفنا من خلالها اب روحي، والطريقه اللي كان بيتكلم بيها ودرجه الانفعال اللي كان بيتكلم بيها، النيرف المظبوط تماما، بيقول لك ده شخص حكيم، شخص عنده كل ادوات القياده الرشيده، وقبل اي شيء هو بيتعامل كاب. فحضرتك شفت المشهد ده ازاي، والكلام التحفيزي اللي هو قاله للعيبه؟ بصراحه امبارح طبعا كان المشهد كان رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي، خبرات كبيره كلاعب وقيادي داخل النادي الاهلي. نزله الكابتن مع اللعيبه امبارح فيها حاجات كتير جدا جدا ايجابيه للعيبه النادي الاهلي والمنظومه النادي الاهلي كلها. اول حاجه شال الضغوطات كبيره جدا جدا اللي على فريق الكوره في النادي الاهلي والجهاز الفني، لان البطوله لما انت بتخسرها اكيد اللعيبه بتتاثر، الجهاز الفني، لان بطوله غاليه. بس كابتن الخطيب وصل اللعيبه ان هم ما اثروش، بالعكس ده النادي الاهلي يعني اللعيبه دي اتظلمت ان هي ما خدتش حقها من الانجازات اللي اتحققت، 2 دوري ابطال، سوبر، والبطولات كل اللي شاركوا فيها ثالث عالم، كل الحاجات دي كلها كان لازم يتعمل لهم احتفاليه بعد ما خدوا البطولات، فكل ده ما كانش فيه وقت عند النادي الاهلي. صحيح. فكل دي كانت ضغوطات، الضغوطات دي كلها الحمد لله وقفه الكابتن الخطيب امبارح فيها مفعول السحر، لان احنا عندنا استحقاقات وعندنا حاجات جايه مهمه جدا جدا جدا، مش ما معنى ان احنا فقدنا بطوله ان الدنيا تقف، بالعكس ما انت محقق انجازات صعبه على اي حد في القاره الافريقيه ان يحقق الانجازات دي. طبعا. وبرده الكابتن الخطيب في حديثه ان انتوا احسن فريق في القاره بالانجازات اللي عملتوها، بالارقام الايجابيات، مش بنجامل نفسنا يعني، لا. ولا بنضحك على نفسنا، اللعيبه عارفه كده، بس التوقيت ده بالذات
لازم برضو اللعيبه تاخد حقها عشان نشيل من عليهم الضغوطات اللي احنا في بدايه الكلام. صحيح. فانا شايفه ان كان فيها ايجابيات كبيره جدا جدا جدا، وتشوفها بيتكلم اي حد يعني اللعيبه بعد التعادل مع فرقه الجونه، احنا كده كده البطوله خلاص بعدت اخر ماتشين ثلاثه، وهنتكلم ايه الاسباب طبعا فيها بعد كده، بس لازم كان في الوقت ده هو يكون متواجد. شوف اللعيبه وهي قاعده حزينه جدا، جماهير النادي الاهلي طبعا حزينه على البطوله، بس جماهير النادي الاهلي سعيده من جواها ان كسبت لعيبه وجيل عظيم حقق انجازات في وقت قليل، وان شاء الله هيكملوا الانجازات دي بالاستحقاقات اللي جايه. بس البطوله كنا احنا متعودين عليها، بس دي كره القدم، احنا بنلعب لغايه النفس الاخير، واللي حصل مع النادي الاهلي صعب يحصل مع اي فرقه كوره، ان انت في اوقات لعبت 10 مباريات في 20 يوم، في 28 يوم، في شهر. يعني هديك مثال كابتن كريم نهاوند، برشلونه جه في مره كان مضغوط في المباريات، راح لعب بايرن ميونخ اتغلب 8، لعيبه برشلونه مش قادره توقف في الملعب. في اجهاد، في تعب، بس طبعا المكسب بيجيب مكسب، بس في وقت معين اللعيب برده مش قاله يعني طبعا. بص يعني غصب عنه هيتصاب، تركيزه هيقل شويه، ان التركيز مهم جدا جدا في اوقات حرجه، وفي وقت ممكن تهرب منك غصب عنك بسبب الاجهاد والتعب يعني، او بسبب عوامل خارجيه احنا عارفينها وممكن يعني نبقى نتكلم فيها، او اتكلمنا بقى فيها خلاص اكيد. فانا شايف طبعا كل التقدير للكابتن الخطيب، كل التقدير والاحترام لرئيس نادي بالحجم نادي الاهلي طبعا، قياده العاليه جدا، الانجازات اللي حققها من ساعه ما تواجد في النادي الاهلي، مجلس الاداره بالكامل وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني بالكامل على راسه موسيماني وكابتن سيد مدير الكوره، وكل الجهاز الفني، كل الناس ادت بامكانيات عاليه جدا جدا جدا، ليهم التقدير والاحترام من جماهير النادي الاهلي العريقه، اللي انا بقول لهم مش بطوله ان احنا نزعل، ان شاء الله تحقق اكتر من كده. يعني ما هو ده الكلام ده، يعني ما فيش مشكله او ما فيش اصلا مجال ان انا اطلع دلوقتي اقعد اقول ايه اللعب اللي حصل ده، ايه اللي احنا فيه ده، احنا يا جماعه نزعل. وده فعلا على فكره مردود جماهير الاهلي في الشارع، ما فيش حد يعني شفت تعليق منه ولا احنا زعلانين، بس احنا حققنا كتير قوي، واللعيبه ما قصرتش، لعيبتنا بجد ما قصرتش، فما فيش مشاكل. وفي نفس الوقت خلي بالك، ودي بقى مش موجوده غير عند النادي الاهلي، يعني بنسبه اكبر ان صح التعبير، هو بيبارك ألف مبروك على فكرة، مبروك، مفيش مشكلة، هارد لك وألف مبروك، عادي يا جماعة، إحنا ياما فوزنا وياما هنفوز، فما يعني هي مش حياة أو موت، يعني قصة إحنا بنلعب كورة عشان دي رياضة وليها أخلاق وليها يعني أكيد، وهو ده الأهلي. بس جمهور الأهلي ما بيشبعش بطولات وحقه، ولا هيشبع، لأن النادي الأهلي عودهم على كده، والنادي الأهلي كلعيبة وكمجلس وكم كل المنظومة تعودوا إن هم يبقوا الأول ولازم يحصد كل البطولات، ودي حاجه ايجابيه ما تلاقيهاش في اي مكان تاني. اللي بيخش النادي الاهلي، اللي بيعدي من جنب النادي الاهلي تلاقيه واخد له بطوله، وبعدين بقى كابتن بطولتين صديق، واخد له ثلاثه، احنا عايزين منافس يا كابتن صديق برضو، ما هو لا. انا لو اقعد افوز 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 وبعدين مش هيبقى ليها طعم، هتفضل قاعد لا معلش يعني مش هيبقى ليها طعم. اول حاجه انا طبعا بروح رياضيه، احنا النادي الاهلي كجماهير والمنظومه كلها عندنا ثقافه عاليه جدا جدا طبعا، بنبارك للي خد البطوله، هو ده اللي حصل، وهارد لك للناس اللي نزلت لعبت بشرف لغايه اخر مباراه. صحيح. ودي كره القدم، ما انت الناس كلها بقى لها 42 بطوله، الناس بتتفرج عليك كلها في مصر وانت بتتوج، وكل الدول العربيه والشرق الاوسط وافريقيا والدنيا كلها، فهي يعني انت لما يسقط منك حاجه زي كده، انا شايف ان جماهير الاهلي واعيه وعندها ثقافه، وان شاء الله اللي جاي هيكون القادم يكون افضل لعيبه النادي الاهلي باذن الله. عايزين نعرف من حضرتك بقى رؤيتك وتقييمك لاداء، طالما يعني فتحنا باب الكلام على الجهاز الفني، يعني رايك وتقييمك لاداء موسيماني تحديدا مع الفريق طوال هذا الموسم، وايه التحديات اللي هو نجح في انه يعني ايه يعني يذللها، يعني اي عقبات قدر يذللها، ايه الحاجات اللي لفتت نظرك في مسيره موسيماني في الموسم ده تحديدا؟ هو موسيماني من اول ما استلم، اول حاجه كان فيه شويه نقد بسيط من بعض الاعلام عليه ان هو ده من اول الاختيار، من اول الاختيار، بس في قناعه، لان عندنا في النادي الاهلي الحمد لله المنظومه عاليه جدا جدا في اداره الكوره وفي التفكير وفي الرؤيه الفنيه لمستقبل النادي الاهلي. لما بيجيبوا حد لازم يبقى يكون فيه متابعه جيده جدا جدا، الراجل معاه سي في كويس، عنده نجاحات كبيره جدا مع الفرق اللي دربها، حصل بطولات كتير. لما جه استلم القناعه دي والفكر اللي عند مجلس الاداره اكيد عند مستر موسيماني، اللي هو جه عارف حجم النادي الاهلي، كان سعيد جدا جدا ان هو يكون متواجد جوه القلعه الحمراء. فلما جه
أثبت وجوده بكل المقاييس والمعايير والأرقام، نجح وخد العلامة الكاملة كل البطولات اللي شارك فيها خدها. كان في تشكيك في الأول إن هو جه استلم بعد فايلر، ممكن حضرتك تكون أنت ماسك فرقة وفاضل فيها الدور الثاني أو ثلاث أرباع أو ربع البطولة، والربع ده صعب جدا جدا. أنا لو مش عندي قيادة فنية ورؤية عالية مش هقدر أحقق النجاح لنادي الأهلي. ما ممكن أنت تسيبني النادي الأهلي هو الأول، لو أنا ما عنديش الكفاءة مش هقدر أحافظ على المكانة دي وأحصد البطولة. فالحمد لله لما استلم برضو من الأول بعد البطولة دي اللي هو خدها، خدها من بابها زي ما بيقولوا، يعني دور الأبطال خده عن جدارة واستحقاق، وعمل مباراة كويسة جدا جدا، الدوري الدوري الكاس السوبر، فهو مميز في إدارته للمباريات. كل ما قعد فترة كل ما عنده ارتياحية للتعامل مع لعيبة النادي الأهلي، وبقى يعرف إمكانياتهم كويس جدا جدا جدا. لأن أنت لما تكون قاعد فترة كبيرة معايشة وفي استمرارية مع الفريق، غير ما أنت تكون فترة قليلة وماشي ممكن الرؤية ما تبقاش واضحة ليك. فكل اللعيبة كلها بقت واضحة قدامه، تغييراته في ثلاث أرباع المباريات بل بنسبة 90% بدل انه حقق بطولات، تغييراته موفقة جدا، كان بيقلب مباريات بتغييرات تكتيكية في الملعب، بيعمل عملية الروتيشن في حدود الإمكانيات المتاحة لي. بالضبط، إن أنا كان عندي برضو إصابات كتيرة قوي، يعني في دفاعي وفي هجومي، وشفنا بدر بانون يعني كتير تعامل كتير. مع المواقف دي يا نهوان تعامل معها برؤية فنية عالية باحترافية، بدليل إن أنت سقط منك في بعض المباريات واحد زي الشناوي دخل علي لطفي ماتش الزمالك وكسبنا وسد جدا وشريف يعني في اماكن بدر بانون ورجع كهربا بعد ما كان بعيد قوي، رجع رامي ربيعه كان بعيد جدا جدا جدا، وبيأدوا كويس جدا. يعني النقطه كمان انت لما بتحط مثلا حد او لاعب معانا بقاله فتره ما شاركش مثلا بشكل اساسي بيلعب بشكل محترف يعني وبيأدي المطلوب منه، خلينا نقول ما دي بسبب ان هو قريب من اللعيبه اخذ فتره زمنيه كويسه تجهزهم. حسين الشحات في فتره بعد جابه خلاه بقى فورمه عاليه جدا، صبر على ابواليا فتره مش قليله، او صبر كريم على ابواليا. فهو الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ، لما يكون الواحد عنده خبره فهو عارف حجم النادي الاهلي في القاره، هو عارفه قبل ما يجي طبعا. ده ليه صوره وهو مع سان داونز لما نزل في استاد القاهره، لما قعد يتصور قمه الانبهار بقى، يعني زي ما تقول من جواه يا ريت حلم ليا ان انا ادرب فريق زي النادي الاهلي، وربنا حقق له امنيته. جه مرن النادي الاهلي، لا نجح خد طبعا العلامه الكامله، ما حدش هيقلل من قدراته. كابتن خطيب شكر فيه امبارح لما كابتن خطيب اتكلم، مجلس الاداره كله اتكلم، منظومه النادي الاهلي بجماهير النادي الاهلي، كابتن خطيب بيتكلم بانسانه. لو في اي ديفو عند المدرب كابتن مش هيستنى لما حد يعدل علينا صحيح. المنظومه، فشايف ان هو الراجل ادى بكفاءه. اي حد بينقد هروان بيبقى خارج منظومه النادي الاهلي، انت ليكي زي ما بيقولوا موالات ومعارضه، يعني ايه معاكي وعليكي، بس الحمد لله اللي معانا كتير قوي. حتى كابتن صديق يعني الكلام يذكر، يعني حتى لما كان في ناس بتنتقد نصهم ولا من لم يكن اكتر، جه بعد كده قال لك لا احنا حكمنا على الراجل ده غلط. فيعني ده يحسب برضو المجلس الاداره في اختيارها، يعني احنا كنا من دي وان كاهلاويه عارفين ان ما فيش حد اسمه بيتحط ان هو تبع النادي الاهلي غير كفء، لكن غيرنا ما كانش عارف، بس عارف يعني بكفاءته يا كابتن كريم وبادائه اكبر. كل واحد كان بينقده بالسلب بينقده بالايجاب، يبقى يديله امتيازات اللي عملها. فطبعا انا بحييه، وان شاء الله هو في النادي الاهلي وعنده تحديات كبيره زي ما قلت لحضرتك، البطولات اللي جايه دي مهمه جدا جدا، وثالث العالم ان شاء الله يبقى لينا دور غير البطوله اللي فاتت، وهتحس ان شاء الله الجيل ده جيل عظيم. هنتكلم كده في اللي جاي ان شاء الله، بس هنستأذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم في مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. فاصل ثم عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اتفضل. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وعوده لضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو كابتن صديق جمال نجم النادي الاهلي السابق، واللي طبعا بنتكلم معاه عن اللي فات، وعايزين بقى كمان نتكلم معاه عن اللي جاي ان شاء الله. يعني حضرتك شايف ان في مثلا امور معينه لازم تحصل الفتره الجايه؟ هل في ملفات معينه لازم تتفتح، او العكس ملفات معينه لازم تتقفل، قرارات معينه لازم تتاخد؟ هو الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني زي ما اتفضلت في الاول القعده بتاعت الكابتن خطيب مع اللعيبه، ان خلاص الفتره دي تعدي انتهت ان شاء الله. الفتره الجايه فيها تتويج للبطولات اللي احنا حصلنا عليها، تكريم اللعيبه دي عشان ياخدوا حقهم، سواء اللي هم رايحين المنتخب او اللعيبه المحترفين او اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. طبعا بدايه هيلعبوا المباراه اللي هي الاخيره اللي هي على ما اعتقد مع اسوان، ونفنش الدوري
وبعد كده هيبقى في قاعده مع الجهاز الفني، وبحيث الاستراتيجيه بتاعت النادي الاهلي الفتره الجايه ازاي هيمشي، الفتره دي هتمشي ازاي في اي اتجاه. وان شاء الله انا شايف الفتره اللي جايه هتكون احسن من اللي عدت، لان اللعيبه التركيز هيبقى عالي جدا جدا، عندهم بطولات مهمه، والجهاز الفني اكيد هيبقى فيه استقدامات لعيبه جدد هيخشوا، وعوده المعارين هتدي برضو ارتياحيه لمستر موسيماني، وشوف ايه النواقص بتاعت النادي الاهلي دي مع لجنه التخطيط مع الكابتن الخطيب مع مستر موسيماني. اكيد كل موسم بيحصل كده طبعا التقييم وبيحصل تقرير، وهيبان الفتره الجايه ان النادي الاهلي ان شاء الله عنده استحقاقات، والتركيز يكون عليه جدا مين اللي موجود في الفتره دي، مين اللي هيكون هيجي من بره، دي بتاعت لجنه التخطيط وبتاعت الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله. كابتن صديق، ما ترجعنا معاك كده شويه نوستالجيا وذكريات حضرتك بقى وجيلكوا برضو، ومشهد او سنه او موسم كان مشابه لكده، وايه اللي حصل بعد كده؟ انت رجعتينا للحاجات، طبعا حاجات جميله جدا جدا. انا انضميت للنادي الاهلي سنه 88 89، قبل ما اجي كان النادي الاهلي ما توفقش في الدوري والكاس، لان كان برضو ليهم ظروف. ده 87 حتى الافرقه الاسيويه، فدي النادي الاهلي ما كانش حالفه التوفيق او الحظ. بس هل الظروف مشابهه للظروف الحاليه ولا مختلفه شويه؟ لا هي برضو كان في لعيبه في المنتخب، والدنيا كانت برضو ملخبطه شويه في النادي الاهلي. على مدار السنين لازم يسقط منك موسم، او لا قدر الله موسم ونص يحصل لك دروب فيه ويحصل اي تغييرات. المتغيرات دي مع انديه كتير، بس بفضل الله في النادي الاهلي ما بتقعدش كتير. السنه دي بنرد بيها بخمسه ان شاء الله، يعني ما شاء الله ترد بيها بسته، وده حصل ايام تسوبل برضو، جه فتره مع مايكل ايفر كان الدنيا ملخبطه، جه بعد كده تسوبل جه، النادي الاهلي خمس سنين متواصله بطوله الدوري عام. فالسنه اللي حصل للدروب بتاعت 87 جينا الحمد لله بفضل الله النادي الاهلي جاب مدرب اجنبي مستر فايتسا، واشتغلنا حصلنا على بطوله دوري وبطوله كاس وبطوله افريقيا اسيويه، ثلاث بطولات غاليين جدا جدا الاهلي ما بيستناش. فحضرتك ده كان مع قدوم حضرتك انا بشكرك. لا مش حضرتك الاهلي لا برضو يعني. الاهلي بمن حضر، بس انا ليا الشرف، وكان الحمد لله ان انا كمان لعبت مع جيل عمالقه، وانا الوحيد اللي كنت بره النادي الاهلي. انا الوحيد اللي جاي من بره النادي في الفتره دي، يعني عكس طبعا انت عارف الاحتراف ممكن تلاقي لعيبه كتير هنا. ايوه وبيرجع. طبعا كان شرف ليا ان اتواجد في وسط مجموعه لعيبه، كان اللي يقعد في وسطهم يبقى مبسوط. انا كنت بلعب معاهم وكنت بلعب اساسي، اول ما رحت مع مستر فايصل الحمد لله كنت ما بتحط ستاندنج يعني. فالذكرى دي جميله جدا يعني، انا يا الحمد لله انت جبتيها كده، مش عارف انت جبتيها منين. والله جات لي وانا قاعده دلوقتي، ما فيش تحضير ولا قلنا هنقولها في الفاصل. والله ما اعرف انت تسالني كده، بس فعلا ولا انا كنت عارفه ان مناسبه سعيده جدا مرتبطه فعلا. خدنا ثلاث بطولات، احنا بقى عكس السنه دي. ايوه احنا كناش خدنا ثلاث بطولات، خدنا ثلاث بطولات بعد، انما السنه دي احنا واخدين خمس بطولات في وش العدو، وهناخد ثاني خمسه تانيين في وش العدو برضه. وهناخد ثاني باذن الله، انما بكلمك عشان دي كان ليها ذكرى. أيوة. ردت السنه بثلاثه على طول. هو عموما الزمن ده عموما كان اكثر روقانا، مش كده برضه؟ الكوره كانت، بص اقول لك على حاجه، دلوقتي في امور ماديه وفي امكانيات عاليه جدا جدا، وكل المقومات ان انت تتفرج على منتج كويس. احنا واحنا بنلعب الاجيال اللي كانت بتلعب، اجيال طبعا كابتن الخطيب انا كان يعني ايه كان بتمنى ان العب معاه، بس هو بطل 87 انا جيت السنه اللي بعديها، وقبل الكابتن الخطيب اجيال في كل الانديه. صحيح. مش في النادي الاهلي بس. عمالقه. انت تخش كده الساعه 3 الا ربع تتفرج على المباراه في اي استاد في المحافظات او في استاد القاهره، تلاقي الجماهير حاجه تفرح. طبعا. يعني تتمنى تنزل تلعب ربع ساعه عشان الجماهير دي تبص عليك. فالفتره دي كان فيها بريق لكره القدم المصريه، وبالذات الجماهير، لان هي رقم واحد اللي بتحل كل حاجه. يعني شوف رغم ان في اسكو والترسانه والكروم المحله يا كابتن عنها دلوقتي، المحله المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي ده بص حدث ولا حرج. يعني كل الفرق اللي كانت بتلعب في الدوري، حتى الفرق الصغيره، عشان انا كنت بلعب في البلاستيك برضه نديب حقهم، كان بيبقى عوده الفرق الكبيره. اسكو مره طلعت ثالث على الدوري مع الشيخ طه اسماعيل، جيل وبلاستيك عمل برضه قعد كذا سنه في الدوري، كان عنده اجيال عظيمه. فكل الحاجات دي كلها، الكره بعد ما الشركات دخلت الفنيات انقرضت شويه. النادي الانديه الجماهيريه كان عندها لعيبه موهوبه جدا جدا جدا، لو انا عديت لك
هعد لك فوق ال 100 لعيب بس ما اقدرش افتكرهم. قنوات المنتخب وقتها كان المنتخب مكون من تقريبا اغلب الفرق المصريه. دلوقتي الشركات طبعا ليهم كل التقدير والاحترام لان بعملوا انتعاشه في حته الاستثمار وحته فوقوا الكره. انا معاك بس انا بكلمك على البريق والرونق بتاع كره القدم. لما تستنى الماتش 3 الا ربع والدنيا كلها وتتفرج كده على التلفزيون تلاقي الملعب مليان. كابتن لطيف وحسين كابتن حسين مدكور كابتن الشربيني وكابتن حمد امام طبعا. كل الاجيال العظيمه المعلقين زي برضو اللعيبه كان في شكل دي. شوف الكابتن ابراهيم كابتن حسين مدكور وبيعلق على كون الكابتن الخطيب قال له بلعبها معاك هيطلع هينط في التلفزيون. كابتن الشربيني يقول لك الحدث قبل ما يحصل. يعني كان في حاجات بصراحه طبعا افتقدناها بس طبعا البركه في الاجيال اللي طالعه سواء لعيبه او المنظومه كلها والاعلام والمذيعين وكله نشوف منتج كويس على الارض ويبقى دي بيصب اول حاجه في منتخب مصر وسمعه الكره المصريه. وربنا يخلينا النادي الاهلي على مدار السنين اللي هو معلي الكره المصريه النادي الاهلي والله الافريقيه طبعا. والافريقيه في عز الدنيا ما كانت مقلوبه في مصر والدنيا كلها بتنام الساعه 5 هو جايب لك بطوله افريقيه وبيفرح الناس. صحيح. لا ده كلام يفرح الناس مش عشان في قناه الاهلي ده حاجات واقعيه. لا ده تاريخ فعلا وتاريخ والارقام والحاجات دي لا تتزور ولا تبالغ فيها. فانا شايف الفتره اللي جايه باذن الله النادي الاهلي هيكمل المسيره والنجاحات اللي عملها وبيبقى في اعلى الاماكن باذن الله. انا بتفق مع حضرتك جدا وعايز اخد رايك في نقطه لان انا ضدها بصراحه. بس المفروض الاعلامي ما يقولش رايه بس انا هقول رايي. انا ضد دي كل شويه يجي يتقال مثلا لو جيل قديم يتكلم عن الجيل اللي بعدين لا احنا كنا جيل تاني. بس انا مبسوطه ان حضرتك بتتكلم لا بجد يعني بتشكر كمان بزياده في هذا الجيل وبتديه حقه. في البعض بيقول لك دايما لا احنا جيلنا كان احسن. انا احترمت ده في حضرتك جدا وفكره ان انا اقلل من اجيال ان هي يعني جديده. انا اسف اقطعك نسيت حاجه. اتفضل يا فندم. جيل الكابتن ابو تريكا كابتن وائل جمعه صخره بركات كل رائع. الجيل ده عمل انجازات عظيمه جدا جدا جدا. يعني اسم النادي الاهلي كبير في القاره الافريقيه. كل اجيال بتيجي زي ما النادي الاهلي بيضيف لهم هم بيضيفوا للنادي الاهلي ارقام. صحيح. بس النادي الاهلي اي حد زي ما قلت لحضرتك اللي بيعدي من جنب النادي بياخد بطوله. اللي بيعدي ما بالك اللي بيقعد فكرني يعني نعدي بعد الحلقه. ايوه لان المنظومه والناس بتشتغل. اللي بيخش النادي الاهلي الناشئ الصغير البراعم قبل ما بيشرب ميه بيشرب بطوله. قول لحضرتك على حاجه يا كابتن صديق معلش يعني انا عندي اصدقاء ليا بجد يعني من بيشجعوا نوادي مختلفه يعني عايزين ولادهم يلعبوا في الاهلي في ناشئين الاهلي. يعني شوف هو بينتمي لنادي اخر ولكن لما ابنه عايزه يلعب كوره بيدخله ناشئين الاهلي. وحد يقول لي ان كلامي غلط معلش بقى انا مش عايز انا بالاخر يعني على الهوا يعني على الهوا احنا بنقول وقائع يا احنا على الهوا. اقسم لك بالله النادي الاهلي فيه جاذبيه. انا طلب مني واحد وعده في نادي الزمالك عايز يجيب ابنه عندنا النادي الاهلي بغض النظر عن الاسم. قلت له وديك بتاع الناشئين يعمل تيست ولو كويس هياخدوه. قال لي يا كابتن انا ده احنا قاعدين بنبقى يعني مش عايز اقول لك بنشوف البطولات راحه النادي الاهلي وراحه كده وجايه كده واحنا بنتفرج. فالناس دي بياخدوا البطولات دي ازاي؟ قلت له في منظومه في اداره على مدار السنين في شغل احترافي وكل واحد بياخد حق وانت تشتغل وتجتهد وتدي كل حاجه مكانها الصح صح وربنا عمره ما يضيع جهدك على الفاضي. وللامانه برضو في كلمه حق لازم تتقال ان احنا اتكلمنا باستفاضه عن لعيبه النادي الاهلي وعن الجهاز الفني والاداري. عايزين نقف للحظات عن كواليتي جماهير النادي الاهلي لان انا هقول لك على حاجه انا لامسها من زمان من زمان بالمعنى الحرفي مش حاجه جديده يعني. دايما في رقي عند جماهير النادي الاهلي ودايما في روح رياضيه ودايما في منطقيه وموضوعيه في الحوارات. يعني ما تلاقيش سفسطه ما تلاقيش نقلب بالشراب زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج. ما فيش ان احنا بنحاول نلاقي اي شماعه عشان نعلق عليها اخطاء. في موضوعيه لما بيكون في حاجه ملفته للنظر وسلبيه بنقف عندها وبنعلق عليها. وفي حاله الخساره اول حاجه بنقولها للفريق المنافس اللي فاز بالبطوله ايا كانت ايه البطوله صح مليون مبروك صح. دي دايما سمات غالبه على كل جماهير النادي الاهلي الراقي كويس. جماهير النادي الاهلي اي حد في المنظومه بيكلم بيقول يا نوان بيقول الداعم الاول لفريق النادي الاهلي. جماهير عندها ثقافه كرويه عاليه جدا من حصد البطولات على مدار السنين اكتسبوا خبرات كبيره في التعامل مع لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه كلها بتفرحهم تجيب لهم بطولات
بتخليهم في اعلى الترتيب الاول على طول، بيتباهى بالنادي الاهلي في التلفزيون على الفيسبوك على تويتر، اول حاجه بيبقى فرحان ان هو منتمي. يعني كلمه الكابتن امبارح الخطيب قال لهم انتوا تفتخروا ان انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، فالكلمه دي ما تعداش كده مرور الكرام طبعا. فالكلمه دي الجماهير رقم واحد عارفاه. لما انت خسرت قبل كده بطوله في ملعب بيترو سبورت مع حسام عاشور كان موجود، لموا اللعيبه وتعاهدوا السنه اللي بعديها خدوا البطولات كلها، فعارفين الجماهير بتقف امتى. ومفيش مره حد يعني اي جيل من اجيال النادي الاهلي حصل على بطوله واتعمل لقاء مثلا سواء صحفي ولا تلفزيوني مع لعيب من اللعيبه لازم تلاقيه بيقول لك ان احنا كنا مهتمين بان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي. اكيد ده دايما الجمله دي قاسم مشترك عند اغلب اللعيبه. عشان كده لعيبه الاهلي محبوبه ليه؟ قبل ما ينزل بيفكر رقم واحد في الجماهير، ان انا لازم اسعد الناس دي، انا ما اكون الجماهير جايه ورايا. ايام ما كنا بنلعب تلاقي استاد اسكندريه ثلاث ارباعه جماهير النادي الاهلي، تلاقي مثلا في المنصوره، تلاقي في المحله، انا بقول لك الجماعه اللي هم ايه بيحبوا النادي الاهلي، في فرقه ثانيه ممكن تلاقي جماهير الاهلي قليله في وسطيهم، انما في القاهره لا سامحني بقى الملعب كله بيتقفل النادي الاهلي وفي ناس بتبقى بره. ما تاخذنيش يعني ما تاخذنيش. لا مش محتاجه تقييم مننا على مدار السنين الناس. بص يا كابتن في ناس قلبت يعني قلبت على ايه؟ كان منتمي الفرق بقى أيوة خلاص. وفي ناس جايين من بيت اهاليهم بينتموا لنادي اخر وهم اختاروا ان هم يبقوا اهلاويه. واللي ابني اهلاوي اعمل معايا، قلت له سيبه عشان انت عايز تعزمه ادم النادي الاهلي ياخد بطولات، خليه يفرح الولد عشان لما يكبر يبقى منتمي لحاجه بتفرحه. فهي الحته دي الجماهير دي ليها كل التقدير والاحترام، اعظم جمهور في وجهه نظري عشان مش حد يزعل. والله وجهه نظر النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي اللي في كل مكان داعم حقيقي، يخش في اي دوله عربيه، خش في اي بطولات اي استحقاقات تلاقي النادي الاهلي مزين المكان. هو هقول لحضرتك وخلينا يعني نختم بواقع برضو خاص بالجماهير، هو دايما برضو بيتميز بالهيكلة او الشأن وشأن اصلا منظومة النادي الاهلي، يعني مرتبطين ببعض. انا ما بقللش من حد، انا مركز في نفسي، انا لما بكسب بكسب وبفرح، انا لما بخسر بخسر وعادي جدا متقبل الخساره، لكن عندي امل في بكره. لا بقلل من حد ولا بطلع كوميكس ولا بقعد اذل حد ولا بقعد الكلام ده مش بتاعنا، ولا عمر هتلاقي واحد من الاهلي بيعمل كده. دي معلش دي اللي مخليه الاهلي الاول، عمره ما التفت وراه ولا عمل اي دلوقتي. لو اي حد تاني وفريق ما خدش البطوله، فريق مثلا تعادل او فريق غلب، ممكن حد تاني ينزل ينقد اللعيبه باسلوب يعني ايه يعني غير تربوي. لا ده انت في الوقت الشده ده بتديهم حافز، وبعدين ما تبصيش لاي حد. انا بدايه حديثي في الحلقه قلنا ايه؟ قلنا مبروك للفريق الفايز طبعا، هارد لك ولازم هارد لك نقول طبعا للفريق الفرق اللي هبطت للدرجه الثانيه. امال النادي الاهلي نادي المبادئ ليه لو ما كانش اللي احنا بنتكلم فيه ده متحقق؟ الحمد لله ربنا يجعلها نعم علينا البطولات باذن الله، وربنا يحفظها، وان شاء الله اللعيبه دي هتفرح الناس الفتره اللي جايه. وانا بقول للنادي الاهلي هارد لك في بطوله الدوري، وحاجه عدت كده عادي يعني ما فيش اي مشكله، واللي جاي احسن، القادم يكون افضل طبعا. باذن الله ان شاء الله نورتنا كالعاده، سعدنا بوجودك كالعاده، وان شاء الله يعني يبقى لنا مع حضرتك لقاءات. ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن صديق، والله بجد وروحك حلوه، والله بجد يا كابتن صديق بتنورنا وروحك حلوه وكلامك كمان منطقي جدا. شكرا لحضرتك على وجودك معانا، وشكرا يا كريم. شكرا يا اسبوع جميل، ومره ثانيه هارد لاك لينا، بس احنا برده رقم واحد وهو ده المهم دايما في ظهر فريقنا، وباذن الله اللي جاي يكون كمان احسن. اشوفكم يوم الاحد ان شاء الله، مع السلامه.